عمر، شو عم تعمل هون؟ عم نستنى أهلي لأنه هن مو بالبيت. يلا تعال لعنا. يلا وهنا. مين هي؟ هي مساعدتنا. حلوة كتير. شو هالحكي؟ انتو الرجال كلكم بتفكروا هيك ويكون عمركم قد ما يكون. هي على طول بدها تضل عندكم؟ على طول. وليش هيك؟ يعني مساعدتنا، هي بتساعدنا. يا ريت تجي لعنا وتساعدنا كمان. طلع فيني، رح شدلك اذنك. هو